أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: جاء في الحديث عند الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، هل هذا الحديث على ظاهره فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد تعجلوا بعض أجرهم في الغزوات التي انتصروا فيها وغنموا؟ وش يقول؟ يقول: جاء في الحديث الذي عند الإمام مسلم بقول جاء في الحديث الذي عند الإمام مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، هل هذا الحديث على ظاهره فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد تعجلوا بعض أجرهم في الغزوات التي انتصروا فيها وغنموا كغزوة بدر وغيرها؟ هذا والله أعلم يحمل على اللي قصده الغنيمة أنه تعجل شيئا من أجره، أما اللي يقصد ثواب الله ووجه الله وإعلاء كلمة الله فهذا الغنيمة لا تنقص من أجره، لأنه يقصد ثواب الله ويقصد إعلاء كلمة الله، وقد أباح الله له الغنيمة، قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أباح الله له، والعبرة بالقصد والنية. نعم.